أنا هنا على ظهر الطائرة بوينغ 779، وهذه الطائرة ستدخل الخدمة بعد بضع سنوات. هذه الطائرة في مرحلة الاختبار حالياً، وبدأت مرحلة الاختبار عام 2020. هذه العملية تستغرق حوالي 5 سنوات قبل أن تدخل هذه الطائرة الخدمة. هذه الطائرة يتم اختبار كل شيء فيها، قامت بالفعل بألف ساعة طيران. يختبرون التصميم، يختبرون المحركات، يختبرون الأجنحة، يختبرون نظام الطيار الإلكتروني الأوتوبايلوت. في هذا التقرير أخذكم في رحلة عما يتم اختباره في هذه الطائرات قبل أن تصلح للعمل. جيمز، أنت عملت فترة طويلة كطيار تقوم باختبار الطائرات. عندما تقوم باختبار الطائرة، ما الذي تقومون باختباره بدقة؟ نختبر العديد من الأمور في الطائرة، من بينها الاستقرار والتحكم، حيث نرى كيف تطير بسهولة وأن حركاتها يمكن توقعها. نطير بسرعة كبيرة غير معتادة وبسرعة بطيئة للغاية أيضاً، كما نضع فيها أحمالاً ثقيلة، إضافة إلى أننا نختبر الأنظمة المختلفة مثل الطيار الآلي والمكابح لنضمن أن كل شيء يعمل بشكل جيد. وما الذي تختبرينه فيما يتعلق بمكابح هذه الطائرة والطيار الإلكتروني؟ هذا سؤال جيد. أولاً، نحصل على اشتراطات الطيران من اتحاد الطيران الأمريكي. بالنسبة للطيار الآلي على سبيل المثال، نقوم بالتأكد أنه يعمل خلال الإقلاع والهبوط، كما نقوم بالهبوط في أجواء من الرياح التي تهب من مختلف الجهات. وبالنسبة للمكابح، نقوم بتجربتها على أسطح جافة ثم أسطح مبتلة. وماذا تفعلون أيضاً لاختبار المحركات والأجنحة؟ يهمنا للغاية استهلاك الطائرة للوقود في ارتفاعات مختلفة وسرعات مختلفة، وعندما تكون هناك ثلوج على الأجنحة، نحرص على أن تعمل الطائرة بكفاءة في مختلف الأجواء. وكيف تقومون باختبار تصميم الطائرة بشكل عام والتناسق بين الجناح ومجموعة الذيل؟ نحاول أن نوضح أن كافة أجزاء الطائرة تفي بجميع اشتراطات التشغيل الخاصة باتحاد الطيران الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالأداء والسلامة. هل يمكن أن تخبرنا عن تجربتك كطيار يقوم باختبار الطائرات؟ ما هي تجربتك وكيف تستمتع بهذه التجربة؟ أنا أستمتع للغاية بتجربة طائرة للمرة الأولى. بعض الحركات التي نقوم بها تكون غير معتادة، الأمر يمثل تحدياً، وأنا أستمتع بالأمر، فكلما كانت الظروف أصعب كلما أجده ممتعاً. وهناك فريق كبير يعمل معنا من المهندسين ومن يختبرون الطائرة حتى نحصل على البيانات التي نرغب بها. This aircraft is about 20% more efficient than the 777-300ER. إنها تعمل بكفاءة أكثر بنسبة 20% عن الطائرة 777-300ER. كما أن نفقات تشغيلها 40% أقل من إيرباص E380. هذا بالإضافة إلى انبعاثات أقل بالنسبة للبيئة. كلما أنتجنا طائرة جديدة، كلما كانت أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 20%. هذا خليط من ديناميكيات الطائرة والقوة التي تعمل بها. أحد العوامل الأساسية لضمان صناعة طيران مستدامة هي استبدال الطائرات الأقل كفاءة بطائرات أخرى أعلى كفاءة. جناح هذه الطائرة مصنوع من خليط الكربون وليس من المعدن، كما أن المحركات هي أحدث محركات من جنرال إلكتريك 9X.
أما داخل الطائرة فسيكون لدينا نسبة عالية من الرطوبة وضغط منخفض، وذلك يضمن راحة للمسافرين لمسافات طويلة. هذا خليط مما يمكن أن تراه أو تشعره خلال استخدام الطائرة. إذن عندما تدخل هذه الطائرة الخدمة بعد نحو 3 سنوات ستكون تكلفة نفقات السفر التي تكلفها هذه الطائرة نحو النصف، كما أن هذه الطائرة أيضا لن تشعر فيها بإعياء السفر بسبب ما بها من تقنيات.